عند الإشارة الضوئية ننعطف لليسار. هون بنغير أول شي حالة السير، بنطلع على المرايا، بنشغل بلينكا، بنعمل شولتر بليكو، بنغير مسارنا للمسار الأيسر، بنخلي البلينكا شغال. هلا هون مثل ما أنا شايفين إنه في مسار واحد فقط بينعطف لليسار، عنا إشارة ضوئية خضراء، إشارة ضوئية من نوعية السهم، عفواً مو إشارة خضراء، هلا حالياً حمراء. هلا بس ننعطف في عنا مسارين، بما إنه نحن عم ننعطف من مسار واحد فنحن حرين بالاختيار المسار الأيمن أو الأيسر. هلا نحن راح ناخذ المسار الأيمن بس ننعطف، لأنه الحالة شوي معقدة هون مشان نتعلم على صعوبتها. هلا صارت عنا سهم أخضر، معناته الكل عنده إشارة حمراء ما عدا أنا. نعمل شولتر بليك وبننعطف، ناخذ مجال واسع. هلا هون شايفين انه المسار الايمن راح يخلص، فبنزيد السرعه، بنطلع على المرايا، بنشغل بلينكا، ما في حدا، شولتر بليك، وبنكمل بنزيد السرعه، بنزيد بالغيار الثالث. بننتبه بمسار التسارع انه ناسق السرعه مع السيارات الموجوده على الاوتوبان. هون الخط المتصل لازم ننتبه عليه. خلص، هلا فينا نعمل شولتر بليك ونشوف مجال واسع ونطلع على الأوتوبان وبنحط بالغيار الخامس.